فرحة كبيرة، فرحة كبيرة جميع الشعب المغربي، والله العظيم ما عرفتش كيفاش نوصفها هذه الفرحة. تنشكر اللاعبين، تنشكر الجمهور، تنشكر المدرب، تنشكر الجميع، تنشكر كل شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تنشكر جميع المغاربة، جميع المغاربة تنشكرهم وتنقول لهم الله يخليكم، راحنا باغيين ندخلوا نتفرجوا في الماتش الجاي. وفروا لنا ليبيا، الله يرحم الوالدين. والله ما نقدر نوصف لكم هذه الفرحه هذه. غنمشي للمغرب على رجلي، غنجيب الفلوس وغنولي. وتا يعيش المغرب، يعيش الملك، يعيش الشعب، وديما كره القدم. لاسبان مشات واللي جات دابا مرحبا بها، وديما مغرب اون لا في اوني كان ديما مغرب وعاش الملك وديما ديما قجعه وديما مغرب. غلبنا اسبانيا الدور الجاي، البرتغال هي ديك كملوا فتح الاندلس الدومي فينال فرنسا. ديما مغرب ان شاء الله، ديما مغرب. عندنا انتقام معهم من 2018 في دور المجموعات، وحنا نردوا لهم الصرف دابا. الف مبروك علينا، وان شاء الله البطوله مغربيه ان شاء الله باذن الله. مبروك على الخوت. انا في شهر 6 شريت خمسه الماتشات، حشيت حتى الربع النهائي في شهر 6، فايت عليهم. مبروك علينا وديما مغرب. وهاكي وهاكي يا لالا، ديما كوكا ديما كوكا لالا. هذه الليلة والمراعدة الصبريون كانوا بغاو يتجنبوا البرازيل وطاحوا مع المغاربة، هذا ما فكرتهم. إن الله إنما نعمل بالنيات، إن شاء الله مع البرتغال حتى ما تصيروا حسابه. لا يلا لم ورا إن شاء الله. ألف مبروك للشعب المغربي. ألف مبروك علينا، وهذه البداية ومازال مازال. تحية مبروك مبروك. نشكروا وليد على الرجولة، على اللعب الرجولي اللي داروا، وصرفونا صرفوا كاع العرب وكاع الافارقه. ان شاء الله مازال مازال غادي، مازال غادي. مبروك علينا بالانتصار، مبروك علينا والرجال لعبه كانوا رجال اليوم، وهنيئا لنا جميعا. والوالده سبت العاقه مغرب باقه، والوالده سبت العاقه مغرب باقه. اكيد عندنا نشكروا الحارس المرمى والمدرب، المدرب واللاعبه، وبصراحه الجمهور في كل الدول العربيه صراحه ساندونا، وما شاء الله الجمهور المغربي حاضر بقوه. شكرا للجميع، السلام عليكم. كلمة المهم تفرجنا 90 دقيقة من برا في الهاتف، بس فرحنا بونو ملي طلعنا بركلة الترجيح والحمد لله. والله العظيم اليوم تعذبت انا يا بيضا من تسمع السبعة الصباح وانا كنسبق على التذكرة، ما كانش بجابش الله، ولا اني واخا هكاك الجهد ديالي ما ضاعش بابور. الحمد لله من فرحونا المنتخب المغربي، هاني ما كاينش مشكل. ان شاء الله المرة الجاية مع البرتغال ان شاء الله خلاص. من اخوكم المصري تفضل. الف الف مبروك للمنتخب المغربي، وعبال الماتش الجاي البرتغال سويسرا الاثنين يقوموا مع بعض عادي، احنا ما عملناش حد اللي قدنا يقلنا. والف الف مبروك للشعب المغربي كبير. كنشكر المنتخب الوطني على الروح القتاليه اللي قدموا، وديما مغرب وديما مكناس، وتحياتي لكاع المغاربه اللي جاوا يساندوا المغرب وديما مغرب. وبسم الله الرحمن الرحيم، تنبغيو نشكروا وليد الركراكي اللي عنده واحد المجموعه اللي تنقول لك ما عمرنا شفنا مع المنتخب الوطني هذا الشيء اللي تنعيشوا دابا، وحنا راه دايرين الثقه ديالنا فيهم، وان شاء الله الفينال وغنجيبوا الكاس من قلب الدوحه ان شاء الله، ولينا طامعين في الكاس. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اود ان اشكر دوله قطر على التنظيم اللي في المستوى، وكنهنئ الرياضي الاول صاحب الجلاله على هذا الانتصار الاول، وما غاديش يكون هو الاخير ان شاء الله. وحنا كنطمحوا ان شاء الله في ربع النهايه باش ننتصروا اما على البرتغال او لا على سويسرا، ونمشيو حتى نصف النهايه. وكنشكروا جميع الشعوب العربيه اللي وقفات مع السعوديه، الكويت، جميع الشعوب العربيه اللي وقفات مع الشعب المغربي في هذا الانتصار، وهذه البدايه ان شاء الله، ونتمنوا خير في الامام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.